تبع لقرار دولة رئيس الوزراء بإنشاء هذه الوحدات والتقسيمات التنظيمية. فالدور المنوط بالوحدات أساسا هو دعم متخذ القرار، وعشان كده برضو جاءت القرارات اللي أصدرها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنظيم العلاقات المؤسسية، بحيث أن هذه الوحدات بتدعم متخذ القرار في قراراته وبتساعد في تحقيق أهداف الوحدة. ومن هنا بيكون التركيز على الهدف واضح بالنسبة لجميع الوحدات وأعمالها، وبالتالي هو بيسهل عملية الكوردينيشن والتنسيق. الحاجة الثانية طبعا وجود الدليل، يعني طبعا في تعاون مثمر جدا أشرفت عليه هيئة الرقابة الإدارية بصفتها جهة الاختصاص، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID اللي بشرف بتمثيله، وأيضا بالاستعانة بأحد خبريات بيوت الخبرة العالمية في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة برايس ووترهاوس كوبرز. في البداية عشان أبين مدى التزام الدولة المصرية بكل ما يدور على مستوى العالم، يمكن من البداية خالص أول ما فكرت الأمم المتحدة في وضع اتفاقية خاصة بمكافحة الفساد، وإحنا عارفين الفساد هو المعوض لعملية التنمية الاقتصادية وعائق كبير جدا وأساسي في عملية التنمية الاقتصادية، كانت مصر من أولى الدول اللي شاركت في هذه الاتفاقية اللي تم تفعيلها بالفعل 2005. عاوز أقول إن الأمم المتحدة كمان أشاد بدور مصر واستراتيجيتها في مكافحة الفساد، وأشادت بهذا الدور وهذه الاستراتيجية، واتخذت هذه الاستراتيجية نموذج يحتذى به، وكانت متأكد على إن ما قامت به مصر في سبيل مكافحة الفساد كان دور مهم ودور يمكن أن يتخذ كنموذج يحتذى به على مستوى العالم. عاوز أقول في سبيل اتجاه الدولة لحوكمة النظام المالي والنظام المحاسبي اللي بيعتبر السياج الأساسي اللي بيحمي الحوكمة ومبادئ الحوكمة، واحنا عارفين الحوكمة هي ركيزة أساسية عشان نحقق التنمية وعشان ننطلق ونصل للأهداف اللي الدولة والمسؤولين والسيد الرئيس حاططها عشان نحقق تنمية فعالة في البلد. في إطار الحوكمة المالية والحوكمة المحاسبية اتجهت الدولة باتجاه يتماشى مع الاستراتيجية الأولى والثانية والثالثة اللي كانت تستهدف المقام الأول توفير بيئة جيدة للنظام الإداري وتوعية المجتمع وتفعيل دور الأجهزة الرقابية. الشباب والرياضة رائدة وصداقة في إقامة هذا الملتقى، والنهاردة بتفاجئنا بدعوة مختلف الوزارات والهيئات الأخرى بما يدعم دورها الاستراتيجي مع الجهات الأخرى. فكل الشكر لحضرتك معالي الوزير. ردا على كلام حضرتك، الحقيقة احنا النهاردة لما بنشوف، هرجع خطوة لورا كده واقول انه فيما يتعلق بالتنسيق، الحقيقة جهات الدولة كلها حاليا بتنسق مع بعض. يعني على سبيل المثال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الثالثة اخذت في الحسبان في اول هدف ليها الدور اللي بيقوم بيه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وخطة الإصلاح الإداري. احنا عندنا خطة الإصلاح الإداري الحالية، الرؤية بتاعتها جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويقوم بدوره التنموي ويعلن الرضا المواطن. فهنا الحقيقة ده يمكن كان أول هدف موجود في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فده معناه أنه جهات الدولة كلها أو الاستراتيجيات كمان اللي بتنتجها الدولة كلها بتنسق مع بعضها. فبالتالي إحنا كلنا دلوقتي بقينا شايفين بعض وبقينا بنتعاون مع بعض بشكل أوسع. وفيما يتعلق بقى بسؤال حضرتك انه الاثر الجهود اللي بتقوم بيها الدوله على العنصر البشري وقد ايه ده ساعد في تنميته، الحقيقه احنا بنشوف ده بشكل متواصل لما نيجي ندرب الساده الموظفين من كل الوزارات والهيئات المختلفه.